المزيد أيضا ينضم إلينا من بغداد محمد العيداني مراسل أكسترا نيوز هناك. أهلا بك، وصف لنا المشهد كيف كان في صناديق الاقتراع. نعم، يعني بعد أن أصبحت الساعة في توقيت بغداد 6 مساء أغلقت صناديق الاقتراع، يعني وكان هناك أيضا خطاب لدولة الرئيس الكاظمي شكر فيها الناخبين والمرشحين والقوى السياسية والمراقبين الدوليين والعاملين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والقوى الأمنية الأبطال الذين حموا وقاموا بحماية جميع المراكز الانتخابية ومجريات العملية الانتخابية التي حصلت اليوم في الاقتراع والتصويت العام. أيضا اللجنة الأمنية العليا للانتخابات صدرت أو أصدرت أوامر صارمة إلى القطاعات الأمنية في العاصمة بغداد والمحافظات لحماية صناديق الاقتراع، وهي ستكون في مكان آمن، وحتى انتظار المراكز لغلقها ونقل العصا عصا الذاكرة. طبعا اليوم قبل انتهاء المدة الزمنية في 6 كانت هناك يعني توافد، كان هناك توافد كبير على مراكز الاقتراع من قبل المواطنين في الساعات الأخيرة قبل غلق الصناديق أو قبل غلق الجهاز البيومتري. نعم نعم، ماذا عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذت في لجان الاقتراع؟ طبعا كان هناك قرعة جرت يعني في المركز الوطني للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، سوف يختارون فيها المراكز بصورة عشوائية أو عن طريق القرعة، وجرت قرعة ل17 مركز اقتراع سوف يقوم بها عملية العد والفرز لتطابق النتائج في العملية الانتخابية التي حصلت اليوم ونهايتها يعني اليوم 10 من تشرين الأول أكتوبر. متى ستظهر النتائج الأولية؟ بالتأكيد يعني حسب ما أصرحت به المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال 24 ساعة أعطت المدة المحددة لظهور النتائج، قد تجمع التصويت الخاص والتصويت العام الذي حصل اليوم، وانتهت يعني مراسيم الانتخابات بشكل سلس ونتيجة قد ترضي جميع الأطراف الذين شاركوا في العملية الانتخابية من المواطنين الذين أدلوا بأصواتهم للأشخاص الذين ممكن أن يحققوا التغيير في البلد. نعم، شكرا لك محمد العيداني مراسل أكسترا نيوز، كنت معنا من بغداد.